الرباط بشوارعها الأنيقة وسفاراتها ومدينتها القديمة الشهيرة هي مدينة عصرية وتاريخية وخضراء في نفس الوقت، فمن الممكن الابتعاد عن ضوضاء العاصمة للبحث عن فضاء أخضر والهروب من حرارة الصيف، لا سيما في فضاء منعش مثل غابة ابن سينا الحضرية التي تعتبر متنفسا أخضرا وثمينا والملاذ المفضل للرياضيين الهواة والمحترفين. هذه الحديقة الحضرية التي تمت إقامتها بالقرب من فندق فاخر بشكل كبير في إعادة الطبيعة إلى الرباط، بما أنها توفر الظل والأكسجين للمواطنين ولمختلف النباتات والكائنات والطيور والحشرات. لا تزال غابة ابن سينا الحضرية والمعروفة باسم غابة هيلتون لقربها من منشأة فندقية تحمل هذا الاسم من أكثر الأماكن التي يرتادها الناس في الرباط، وذلك بفضل المساحات الخضراء والمنعشة التي تزخر بها تحت ظلال أشجار الكاليبتوس. كل يوم منذ الساعة الأولى من الصباح يقصد الرياضيون من جميع الفئات صغارا وكبارا رجالا ونساء إلى هناك من أجل ممارسة رياضة المشي أو الركض في مضمار بطول كيلومترين. الاسم المرشد دريس، الحمد لله كنخدم في الغابة ديال هيلتون، غابة جميلة الحمد لله. الحمد لله فيها كل شيء مزيان، الناس في الرياضة كاين كل شيء فيها الحمد لله. كندوز نهار مزيان الحمد لله، فيها نهار مزيان. الناس تما طيبين والرياضة وداك الشيء مزيان، كل شيء مزيان الحمد لله. تلقى راحتي في الغابة بصراحة. كنجي الحمد لله تلقى الراحة عندي في الغابة. غابة جميلة بصراحة هادشي. أول مرة كنجي هنايا لهاد الغابة هادي، كنت كنسمع بها كندوز من حداها، ولكن أول مرة صراحة جاتني زوينة عجبتني، يعني كالم تقدر تخدم فيها على خاطرك. كنت متردد باش كنت غادي كيصحابي غادي نتبرزط الساعة بخير، جو زوين. هيلتون بلاصة كبيرة بزاف، كاين بزاف اللعاب، كاين سبور، وكتعجبني نلعب بها هنا، كنجي مرات. غابة هيلتون كنجي لها مرة في السيمانة، تنجي لها باش نفرغ لو ستريس ديال القراية وديال الخدمة، والجو ديالها زوين وكتحسي بالراحة، وهي فيها زعما نقية بزاف وفيها ناس نقيين، ما كيجيوش اللي كيوسخوا، كاينين دي جون، كاين اللي كيجي يقرا، كاين اللي كيجي يدير سبور، كاينين ناس كبار تيجيو كيشموا الهواء نقي. زعما الصراحة مزيانة ونقية والواحد خصو يبقى يجي لها. غابة هيلتون غابة رائعة، عطيتها متنفس كبير، الأكسجين تنجيو لها، تنبغيو نجيو لها كل نهار. بابا تتعجبك تي لا فوغي؟ ايه لا فوغي زوينه، وهاد ايا كبابا. ايه فوالا. السلام عليكم، انا من الناس اللي كيجيو كيترينيو في هاد الغابه هادي تقريبا كل يومين. فعلا هو نقي، كاين اسباس كبير، كاين زعما الغابه سيكوريزي، فهاد غارديان فوغيستيك داكشي، كاين لي طواليت لها. باي باي. كيفاش كتجيك الغابة؟ كيفاش كتجيك هنا الغابة؟ جبو يلعب هنا وخديت لي هاد السكي هذا تا هو تيعجبو، خديت لي ماتيريال ديال هذا باش تلا طاح ولا شي حاجة ما يتقطعش، وتتعجبو هنا. و تانا في نفس الوقت تا أنا تنجي معاه تنحيد الستريس ديال الخدمة، و تانا بحال تانا تندير لونطريمون تاعنا بحال ندير مع الرياضة. حقيقة تلقاو الراحة ديالنا هنا زوينة، وهاد الغابة زوينة، كلشي زوين هنايا. هادي كاين الوليدات، هاد البلاصة خاصة بالوليدات الصغار، تجيب وليدات كيلعبو هنا متخافش عليهم، خاصك ترد معاهم البال وصافي، حيت مكاينش مثلا شي واحد لي مكلف هنايا، خاصك لي باغون هما لي يكونو مكلفين وليداتهم يحضيوهم باش ميطيحوش. وهذا تقع الغابة في منطقة السويس وتضم سلسلة من المناطق الترفيهية للأطفال وطاولات لهواة اللعب البينغ بونغ وملاعب لكرة القدم والعديد من الحلبات الرياضية. على الرغم من الأزمة الصحية ظلت هذه الغابة محمية بشكل جيد وآمنة، وهي مزدحمة بالزوار للغاية خلال فصل الصيف. هناك قول مأثور قديم معروف للرباطيين، مفاده أنه إذا أردت مقابلة مسؤول حكومي كبير فلا تتردد في زيارته في غابة هيلتون.